عندما حسم أمره بعملية التغيير الملك حسين، الملك حسين اتفق مع ضباط الأحرار الفلسطيني كيف يتولون مسؤولية الوحدات العسكرية التي يقودها بريطانيون، وأن يحصروا في بيوتهم، وأن يحال بينهم وبين الاتصالات الهاتفية. ولذلك حمل بجيبه ورقة، طلب اجتماع مجلس الوزراء وحمل بجيبه ورقة وذهب هو ورئيس الديوان الملكي. مين كان وقته؟ بس التلوني. وذهب إلى رئاسة الوزراء جلسة مشتركة معقودة، كان رئيس الوزراء سمير الرفاعي. طيب احنا بس حتى نأكد، موضوع تعريب الجيش صار في بدايات الـ56. مين كان رئيس الحكومة وقتها؟ سمير الرفاعي. سمير الرفاعي وبهجة التلهوني رئيس الديوان الملكي. فالملك ذهب هو وبهجة التلهوني إلى مجلس الوزراء وأعطاهم الورقة اللي كاتبها، اللي هي حالة كلوب وضابطين آخرين، كوغ هيلو واحد ثاني شو اسمه، وأحيل على التقاعد. وطلب كلوب أن يأتي إلى الرئاسة، وأبلغته الحكومة أنه محال على التقاعد. لم يجدوا إلا ضابط برتبة عميد، هو ضابط بوليس، بس البوليس كان تابع للجيش. ضابط أردني ولا بريطاني؟ ضابط أردني، لا ضابط أردني، لا بتذكر الاسم. فرفع إلى رتبة لواء وعين رئيسا لهيئة الأركان بشكل مؤقت، يعني في ذهنهم. ترى ما طول غير 3 أشهر تقريبا. بديل لكلوب. عناب، نعم. بديل لكلوب. بديل لكلوب. To take over. وطلب من كلوب أن يغادر في هذاك اليوم. فطلب 24 ساعة أنه أنا أحزم أمتعتي. وظل في رعب أنه قد يتحرك، ولذلك غيرت الحراسات اللي كانت موجودة على 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 بيتي. وفي ثاني يوم، إذا كان مش ناسي، كان المفروض إنه الساعة 8 راحوا عليه الساعة 7، اللي هو وزير الدفاع فلاح المدافع وبهجة التلهوني رئيس الديوان الملكي، وركبوه معهم. هو حب يروح بسيارته، حطوه بيناتهم الاثنين. البعض بيدعي إنه خوفا من أن يعتدي عليه البعض أو يطلق عليه النار، مش صحيح. وأوصلوه إلى المطار العسكري وغادر إلى قبرص. هني أقدر أستخدم عبارة أن الملك حسين اتخذ قرار طرد كلوب باشا. طبعاً.